السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نشارككم معايا المشتريات اللي خديت من دايسو. هو واحد المحل جاباني أو من اليابان. هو بحال دولار تري، ولكن الفرق ديالو كاينين هو بيج كبير، وفي نفس الوقت فيه شي حوايج اللي زايدين عليهم مثلا دولار او لا دولار 50، ولكن الحويجات ديالو زوينين واحسن. الفرق هو انه احسن من دولار تري. هذاك الاول اللي شفتو هو غير صاك عادي، خديته بدولار، وهادو دراقات ديال الشمس كتلصقيهم في الزاجة وسيرتو في الجهة ديال الدراري باش يدرقهم الشمس. هما جوج بدولار. انتم كتشوفوا معايا كيما غادي نفتحهم ونوريو لكم كيفاش كيبانوا. فيهم واحد الثقب الوسط، وكذلك واحد واش نقول لعيبه صغيره كتلصقيها في الزاجة باش كتعلقي فيها هاد الشبكه. دايره بحال شبكه. وهانتوما غادي تشوفوا في الصور. وثاني حاجه هاد البوشيت ولا شي، هو الحجم ديالو بحال شي ملف، وانما هو جاي بسلسله ومقسوم على جوج جهات. انا بغيت ناخذو سورتو الساك الكبير ديال اللي كنهزو، يعني غارق، بغيت باش يجيني ساهل انني نلقى الحوايج ديالي اللي دائما كنستعملهم. وترانسبارون، يعني غادي تبان لك اي حاجه. غادي ندير فيهم شي جهه شوراق، وجهه اخرى نوضع فيها اللوازم اللي كنحتاج يوميا في النهار. وهادو غير ديزا لقيتهم وقلت علاش لا ما نستعملهمش، هما باش تغسلي التاب. هو فيه جوج اقراص، وعندك من اللور كيفاش تستعملي كيفاش تستعمليهم. وخدي هادو غير دولار، فيه جوج بدولار. وبالنسبه لثالث حاجه هو هاد بحال ملف صغير، هو جاي على شكل مستطيل وكيتسد، وفيه من الداخل شي خمسه ديال البلايص اللي كتحطي فيهم لي فاكتور فاش تمشي للغروسري، يعني تسوقي ولا تمشي شي اوفيس خصك شي ورقه مهمه كتوضعيها تما. كاين يعني كيساعد سورتو الا كانت الام عندها الدراري بزاف او جوج ولا ثلاثه. كيجي ساهل بانك يعني الحاجه كتهزيها من الساك، ولا كتبغي كيقولي خارجه كتوجديها في داك في هذا الملف هذا. انا بالنسبه لي غادي نستعمله غير بالنسبه للفواتير ديال الجروسري اللي ضروريين، ولا شي اوراق مهمين كذلك، ولا الكيوبون نستعملهم. وهادو لقيتهم كوغطات ديال الكاطو، كاينين مدورين وكاينين طوالين. انا عزلت هادو جايين على شكل ما هو اوفال ما هو مستطيل، انما مزيونين وفيهم 50 حبه وغير بدولار كذلك. غادي نستعملهم بالنسبه ان شاء الله في ندير انديفيديوال زميطه او سلو. طريفات ديال سلو فرديين، ويمكن لك تستعملهم بالنسبه للقوطويات مغربيين. مهم عديد الاستعمالات، انا عجبوني غير جاتني الفكره ديال السلو الفرديه. وكذلك مازال حوايج اخرين.
هادو غير زدتهم في شوبين، لقيتهم عجبتني هاد الديكور، مزيونين هاد البوشيتا، كتحليها وفيها جوج قراعي وجوج كونتينر صغيورين. قراعات يعني فاش تكوني مسافرة ولا خارجة، يعني ما تهزيش معاك شي حاجة كبيرة، سايز بيك بيك سايز. سو هادو ساهلين باش انك ديري كريم او لا بارفو كنمشي لشي ريستروم شي تواليت وما كنلقاش هاند سوب، صابون ديال اليدين، سهل انك ديري تما كاين سانيتايزر ولا الشامبو، ولا كنتي مسافره بعيد، ولا هاد القرعات صغيورين حلوين جايين زويونين. وكذلك هاد كونتينر تنظن ندير فيهم، كنظن ان ندير فيهم مرطب الشفاه ولا شي حاجه مهم منزليه كنصاغبها بيدي 100%، ما فيهاش مواد كيماويه كيماويه. سو عجبني الديكور و هما زدتهم في لا ليست. اما بالنسبه لهادو، هادو بحال ديكور بولت، كتجمعي بهم هادوك الخيوط اللي كيكونوا غير مليوحين مور التلفازه ولا الخيوط ديال اللابتوب، يعني كيجيو ساهلين وما كيتعكلوش مع بعضياتهم، مزيونين وحلوين حتى هما. عجبني هاد الديكور حتى هو، كان عندي بزاف الخيوط في الدار وعندي الدراري الصغار، يعني بالنسبة لي زوينين كيساعدوا، وفيهم 3 بدولار. هذه غير صندالة ديال الفوطة او كيما نقولوا بانتوفا، ديال غير خاصة غير بالحمام. هذه خديتها ب2 دولار، مزيونة حتى هي، وفيها لون وردي باهت يعني مغامقش، والجري عجبتني حتى هي زيتها. كذلك هذا النوت بوك ولا واش نقولوا مذكرة صغيرات، ناخذ فيها نكتب فيها لائحة ديال الجروسري ديال الشوبين ولا شي نقط مهمين ولا دي زادغيس ولا باش ما يتلفوا ليش. رايت وهادو كذلك تهما تستعمليهم بالنسبة لذاك الخيوطات، تجمعيهم وفيها 20 وحدة، تجمعيهم جمعي 3 ولا 4 ولا غير 3، كنظن غير 3 ديال الخيوطة، وتلويهم بحال داك الشكل هذا. وممكن تستعمليهم في حوايج اخرين، مثلا بالنسبة لميكات ديال الخبز فاش تحلي وتسديها، وحدين اخرين كذلك. عجبني غير اللون ديالهم ومزيونين، جاي وريضة من الفوق و تا هما كورد تايد، يعني تستعمليهم بالنسبة غل هذا شي يقولوا بلا الدارجه مشاو ليا الكلمات الخيوطه، ولكن انا غادي نستعملهم كذلك. بالنسبه الا حليت شي حاجه يعني مازال فيها، باغ اكزومبل باغ ولا شيبس ديال تشيبس ولا كوكي ولا الخبز، يعني تعقديهم بحال هكا وتخليهم، ما تخليهمش الرطوبه ولا شي حاجه اخرى. جاو حليلوين بحال هكا ومزيونين، فيهم البنفسجي والوردي، وكاينين انواع اخرين. انا بعدا فاش مشيت لهاد المحل عجبني على حسن من دولار تري، وكاين من مالور كيتبين دايركشن ولكن غير باليابانيه، يا هاو تو يوز ات باليابانيه، ولكن الصور مبينين كيفاش تستعمليهم، حتى انه العنوان او التايتل باين. وها اخيرا هاد الشبيكه هادي،
هيش كاينين في دولار تري، ولكن هاد الشبكة هذه المادة اللي مخدومة بها احسن من دولار تري، ولكن عجبتني بزاف. نديرها غير بالنسبة للحمام، وهي 3 دولار بالنسبة للحوايج ديال الحمام مجموعهم تماكين، ولا لوندري حوايج ديال التصبين. خديت غير وحدة لأنها غالية 3 دولار. so هذا هو المشتريات اللي خديت من دايسو. تنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش بالتعليقات ديالكم، وكذلك المشاركة في قناة آمال كيتشن. thank you so much. bye.